بدعوة من الأسرة السلزيانية في بيت لحم. رعى سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس الاحتفال بعيد القديس يوحنا دون بوسكو، حيث ترأس سيادته بهذه المناسبة قداسا إلهيا أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس للآباء السلزيان، شارك فيه حشد من أبناء الرعية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. اللهم يا محب الصغار، يا من أطردت في قلب القديس يوحنا بوسكو نار محبتك. احتفلت الأسرة السلزية في بيت لحم بقداس احتفالي بمناسبة عيد القديس يوحنا بوسكو شفيع الشباب في كنيسة قلب يسوع الأقدس الواقعة وسط مدينة بيت لحم والملاصقة لدير السلزيان، والذي ترأسه النائب البطريركي للاتين في القدس سيادة المطران ويليام الشوملي، وبمعاونة الكهنة الأجلاء ورئيس وطلاب المعهد الإكليريكي، وبتنظيم من مجموعة كشافة السلزيان دون بوسكو. وكانت كنيسة قلب يسوع الأقدس قد امتلأت بأفراد مجموعة السلزيان السادسة التي أبدعت من خلالها بالترانيم والمعزوفات الكشفية التي نالت إعجاب الحاضرين. وكان بين الحضور رئيس البلدية وأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الكشاف الفلسطيني وقادة المجموعات ورواد الحركة الكشفية وممثلو السلطات الدينية والمحلية وحشد كبير من أهالي المدينة. وفي كلمته حي المطران الشوملي شباب اليوم وحثهم لأن يكونوا على مثال القديس يوحنا بوسكو في مسيرتهم الحياتية وأن يسيروا على خطى دون بوسكو شفيع الشباب والذي قام بنشر الثقافة بين الفقراء وأسس الرهبنة السلزيانية وقدم التربية والتعليم والأهم قدم الإرشاد الديني للجميع، وله الكثير الكثير من الإنجازات الذي كان سباقاً لعصره في مجالات عديدة. وصل المطران من أجل زوال الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها والحجاج إلى الأراضي المقدسة. الرهبان السلزيان نشيطين كثير في بيت لحم، عندهم مدرسة صناعية للشبيبة، عندهم كشاف، ويهتمون مثل شفيع دون بوسكو بتنشئة الشباب على مبادئ الحكمة المسيحية ومبادئ الإنجيل. مبروك للجميع، نطلب شفاعة القديس دون بوسكو من أجل جميع الذين يحتاجون إليه. نصلي من أجل لبنان، من أجل الدول اللي فيها عدم استقرار، نصلي أيضا ربنا يبعد شبح الحرب عن منطقة روسيا وأوكرانيا، نصلي أيضا حتى يعود الحجاج إلى بيت لحم والقدس والناصرة، وأن تزول أيضا الجائحة التي غيرت وجه هذا العالم. وكل عام وانتم بخير. كما وألقى رئيس الدير الأب لورنس كلمة شكر فيها المطران لترأسه القداس الاحتفالي، ويتزامن هذا الاحتفال مع الذكرى المئوية لتأسيس مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة. احنا اليوم موجودين في هذه الكنيسة المبارك لكي نحتفل بعيد القديس يوحنا بوسكو. زي ما نعرف احنا كل سنة في آخر شهر واحد نحتفل بيد القديس وشفيع المربين وفي نفس الوقت وأمير المربين. طبعا احنا اليوم الأسرة السلزيانية في بيت لحم وفي العالم كله بتحتفل بعيد القديس يوحنا بوسكو، واحنا بالرغم من كل الظروف الصعبة والظروف الصحية إلا إنه احنا أصرينا انه نسوي هذا القداس في هاي الكنيسة في هذا الدير العامر اللي احنا تعودنا نحتفل فيه بعيد شفيعنا، بعيد شفيع السلزيان، بعيد شفيع الشباب القديس يوحنا بوسكو. طبعا احنا باسم كشاف السلزيان وباسم كل فعاليات السلزيان بنحب نشكر كل شخص شارك معنا اليوم برغم كل هاي الظروف واحتفل معنا بهذا العيد. أهلا وسهلا في الجميع وشكرا لكم. وبعد انتهاء القداس توجه الجميع إلى مسرح دير السلزيان
حيث أقيم حفل استقبال بعيد القديس دون بوسكو شفيع الشباب، والذي اتخذ شعاره المعتاد: ليعلم الشباب أنهم محبوبون، ويكفي أنكم شبيبة لكي أحبكم كثيرا. للنورسات مارلين الحدوة من دير السلزيان دون بوسكو بيت لحم.